رمضان كريم كريم، رمضان كريم. فطرنا سوا قيم ومعاني لذو السوداني، كريم متكافل حميم متواصل، يصوم يتهجد حبيب محمد نبي الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من فطورنا سواء من خلال شاشة قناة طيبة الفضائية. حلقة جديدة مع مجموعة جديدة، لكن هذه المجموعة مختلفة، مجموعة رسالية بتجمعهم الكلمة، مجموعة صحفيين تداعوا من شتى أنحاء ولاية الخرطوم، جاءوا هنا لكي يفطروا جميعا. أصحاب الرسالة السامية، هذا الإعلام الذي أصبح هو الذي يحرك العالم الآن. اليوم إن شاء الله سنلتقي بالصحفيين من مختلف قطاعات، التلفزيون وصحافة مكتوبة وكذلك مسموعة من خلال الإذاعات. إذن دعوة لمتابعة هذه الحلقة الهامة والمهمة مشاهدينا الكرام. فطور هنيء نتمناه لكم، خليكم معنا. فطرنا سوا بلح وبليلة، عصير مديدة ملح تجليه وعصيدة هنية، براسة ودمعة وناس مجتمعة تنفي ضراعة. إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نتعرف على هذه المبادرة الطيبة من خلال هذا اللقاء، إفطار الصحفيين الذي يحدث يعني سنويا هنا في الساحة الخضراء. معنا الكاتب الصحفي عمر الكباشي، أهلا ومرحبا بك. أهلا، شكرا لقناة طيبة على إتاحة هذه الفرصة، ونحن مجموعة من الإعلاميين مختلف مسمياتهم، إعلام مرئي وإعلام مسموع وإعلام مغري، وهذه الفكرة يعني لها حوالي 8 سنوات قام بها بعض الصحفيين وعلى رأسهم الأستاذ الصحفي لؤي عبد الرحمن، واستمرت هذه الإفطارات طيل هذه السنوات، وفي كل عام تشهد تنوع واختلاف وتشهد كثير من التطور، ونحن شاكرين لكل الذين يسهمون في هذا العمل. وهذا العمل غير أنه إفطار، فهو فرصة سانحة لأنه الإخوة الزملاء الإعلاميين يجتمعون في مكان واحد لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة المشاكل التي تقوم كل الإعلاميين في هذا الوطن الشاسع. والكل يعلم أن الإعلامي السودان يعاني من كثير من القضايا والهموم والمشاكل، فهذه سانحة، ونحن ليس لدينا اتجاه معين أو حزب معين أو جهة طرعانة، بل هي مجموعة من الصحفيين آسروا على أنفسهم أن يجتمعوا وأن يناقشوا قضاياهم وأن يختاروا يوم في رمضان، وهو يوم السابع من كل رمضان، لمناقشة قضاياهم، ويكون إفطار جماعي يعني تتناقش فيه الهموم والقضايا والمشاكل. أستاذ عمر، يعني كمية الأعداد اللي بتجي من الصحفيين هنا في الخرطوم، تقديرك لها هل هي بالدرجة الكبيرة يعني ممكن نقول عليها؟ والله الحمد لله هي أعداد كبيرة، حتى من الولايات، يعني في بعض الزملاء المراسلين أو غيره بيجوا من الولايات مخصوص لهذا الإفطار، يعني في عدد من الزملاء وعلى رأسهم الأستاذ علي الدين بابكير والأستاذ محمد الأستاذ حمودة وعدد من الإخوة بيجوا يعني مخصوص من الولايات لهذا الإفطار، وكل الصحفيين أو كل الإعلاميين الموجودين في ولاية الخرطوم بيكونوا حريصين جدا جدا إنه ما يفوتوا هذا اليوم، وحتى رغم المشاكل والهموم والوضع الاقتصادي، لكن الزملاء يحرصون كل الحرص على أن يكونوا متواجدين في هذا اليوم. نعم، شكرا أستاذ عمر. شكرا تسلم. كتر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. الله يكرمك. كريم متكافل حميم متواصل، يصوم يتهجد حبيب محمد نبي الورى. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين مع زملائنا هنا الإعلاميين في الساحة الخضراء، إفطار الإعلاميين أو الصحفيين بمعنى آخر، مع الأستاذ عثمان الجندي
في هذا اللقاء. استاذ عثمان اهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم على جميع المسلمين شرق الغرب ومغاربه، خصوصا بالسودان، ولمشاهدي قناه طيبه. نعم استاذ عثمان، ما هو المغزى من هذا الاجتماع الطيب المباح؟ هذا الافطار الحمد لله وشكر لله 8 سنوات اسهمت كثيرا في تمتين العلاقات ما بين الصحفيين في جميع الوسائط. نعم. سواء كانت مرئيه او مسموعه او مقروء او اعلام الكتروني. يعني هذا الافطار يعني خلق ترابط قوي جدا، واسهم هذا الترابط يعني في كثير من يعني مساعدة الزملاء والزميلات يعني في بعض الملمات يعني بتلم بالناس، والحمد لله برضو خلق يعني جو من التواصل الاجتماعي في الافراح وفي الاطراح. وهذا الافطار ان شاء الله يعني متواصل، وان شاء الله بعزم الله وعونه ان شاء الله بعد هذا الافطار ان شاء الله حيكون عندنا ترتيبات، لانه يعني نحن نعمل جمعيه تعاونيه. نعم. منبثقه من هذا الافطار يعني تخدم الصحفيين والصحفيات في جميع الوسائط الاعلاميه. كيفيه التداعي، كيف يكون التداعي لهذا المكان؟ طبعا احنا يعني الحمد لله السوشيال ميديا ساعدنا كثير يعني. نعم. يمكن يعني في اكثر من 50 جروب خاصه بالصحفيين، الحمد لله يعني شكل الدعوه وصل حتى الصحفيين اللي في الوسائط الاخرى غير الاعلام الالكتروني، سواء كانوا في اذاعات او قنوات او كانوا في الصحف، يعني بيساهموا انه بينشروا هذا الافطار بزمانه وبمكانه في الساحه الخضراء، والناس بعد ذلك الحمد لله بتتداعب. حتى الافطار ده يعني بيشهدوه غير صحفيين. نعم. يعني في صحفيين عندهم زملاء يعني الحمد لله بيشاركوا معنا برضه في هذا الافطار يعني. نعم، معلوم انه الصحفي له دور كبير في تشكيل الراي العام وقياده المجتمع الى الافضل. شنو من النتائج اللي خرجت تخرج بها هذه المبادره من سنه لاخرى؟ والله هذا الافطار يعني بيسهم بحاجه قويه جدا. يعني يمكن الظروف الاقتصاديه يعني. نعم. كما تعلمون في جميع الوسائل الاعلاميه اصبحت ضاغطه. هذا الافطار يعني يفرق بين الناس كما قلت لك في الافراح والاطراح. نعم. يعني اهم قيمه عندنا. اما بالنسبه للراي العام يعني الناس بيصلوا مع بعض في تناول المعلومات الصحيحه. نعم. حتى ينفع بعض الراي العام، حتى لا يكون هناك لغط واشاعات يعني تهزم وسطنا السوداني. نعم، شكرا جزيلا استاذ عثمان. الله يسلمك، كل خير وكثر خيركم. شكرا جزيلا. كريم متكافل حميم متواصل يصوم يتهجد حبيب محمد نبي حميم متواصل يصوم يتهجد حبيب محمد نبي الورى. إذن مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام في برنامج فطورنا سوا، ومعنا في هذه السانحة الأستاذ الكبير والكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الأيام أستاذ فيصل محمد حامد. أهلا ومرحبا بك ورمضان كريم عليك. مرحبا، رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين، أتمنى أنه يعود بالخير والبركات على الأستاذ المشاهدين. طبعا بس تشابه الأسماء دائما بيجعلني في تماس مع الأستاذ محجوب محمد صالح. ما شاء الله، أستاذ الأجيال وعميد الصحفيين ورئيس تحرير الأيام. بالتأكيد تشابه الاسم محمد صالح بيني وبينه كثيرا ما يدعو لهذا الخط. وكلاكما ما شاء الله على مال يعني على رأسه. استطاع أن يسير على خطى الأستاذ محجوب محمد صالح، ربنا يديه الصحة والعافية، ونحن سعيدين أنه نرحب بكم في إفطار جماعة الأخبار الصحفية. وده تقليد يمكن له 5-6 سنين الآن. نعم. هذا الإفطار وجهدي بتاع زملاء صحفيين شباب، يعني ربنا يميت في صحتهم وأيامهم ويبارك في جهودهم ده يعني. نعم. ما شاء الله شفت العدد تقريبا، عدد كبير جدا من الصحفيين، وما شغل مؤسسات ولا شغل تنظيمات ولا شغل احزاب، افراد. الصحفيين بتجمعهم من رفاقه وزماله المهنه الصحفيه، وقاعد يكون طعمه والله اجمل من اي افطار اخر طابعه رسمي او كذا يعني. نعم. فنحن سعيدين باللمه دي، وسعيدين بكم، وسعيدين بالضيوف كلهم اللي جو شاركونا، وقاعدين يعني نتمنى من ربنا انه نستطيع انه نداوم في هذه العاده، وانه بنحقق افتكر بعضا من معاني الشهر الفضيل. نعم. انه الناس يتوادوا ويتراحموا ويتلاقوا وحتى يتبادلوا الافكار والاخبار وغيرها يعني. نعم. ويساهموا مع بعض في مثل هذا الافطار الجماعي، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب استاذنا الكريم استاذ فيصل. استاذ فيصل، معلوم السودان يمر بوضع يعني معلوم بالنسبه للجميع، وكذلك الصحفيين لهم اوضاعهم الخاصه. هذا اللقاء يعني الاخوي العفوي، هذا التداعي بدون اي تنظيم او يعني تنظيم باي شكل كان يعني، شنو من الافكار اللي قاعده تتولد في هذه الاجتماعات؟ والله هو زي ما قلت لك انه ما في ما تنظيم. نعم. ما بتاع حزب ولا تنظيم. نعم. ولا جماعه، ما قاعد يكون فيه نقاشات بالمستوى الرسمي الجاد يعني. لكن كل سنه بعد الافطار الناس بيقعدوا بيتداولوا. نعم. بيتناقشوا في افكار مرات، ومرات في فكره بتاعت تطوير في جانب الصندوق مثلا زماله، واحده من الافكار طرحت قبل سنين وكل مره الناس بيتناقشوا فيها، انه نحن مواجهين بين صحفيين بيتعرضوا لظروف صعبه جدا، واحيانا ما بنلقى اي جهاد
يعني لا المؤسسات الصحفيه ولا الاعلاميه ولا الاتحاد ولا النقابات ولا غيرها تقدر تقيف معهم. لذلك في التفكير بتاع صندوق زماله بين الصحفيين قاعد تتبلور الفكره شويه شويه، لكنها حتى الان مع الاسف ما مشت لقدام. الناس برضو من خلال هذه المجموعه من خلال ميزانيه بسيطه بتتوفر لهم بيحرصوا على انه اذا في زميل مريض يزوروه، اذا في زول حصلت له حاله وفاه بيأجروا عربات بيمشوا. المساله دي مستمره بالمناسبه من هذه المجموعه على مدار السنه، وبيتبادلوا الاخبار بالواتساب بالفيسبوك في عربيه متحركه الساعه كده الساعه كده الحته الفلانيه ماشيه لفلان الفلاني، اذا في قروش متبقيه من بتاع الفطور بتدفع، اذا ناقصه ناس بيقولوا يساهموا. فحتى الان هي مركزه جهدها في العمل الاجتماعي بين الصحفيين وخلق ترابط اجتماعي بيناتهم. لكن انا برضه والله حقيقه من انصارين هم ان يطوروا الفكره اكثر تصب في مصلحه الصحفيين بشكل عام، وتساعد في حل بعض من المشاكل اللي بتواجههم. بالتاكيد معلوم وضع الصحفي والاعلامي في السودان استاذنا فيصل، مثل هذه المبادرات هل بالامكان انه تخلق جسر او رابطه تحاول تحسن من وضع الاعلام السوداني حتى يؤدي دوره على الوجه الاكمل؟ والله شوف نعم عندها جانب بتاديه، لكن جانب محدود، لانه العمل ده داير تكامل ادوار مؤسسات كامله. يعني المؤسسات الصحفيه والاعلاميه عندها دور لازم تساهم فيه. الاتحاد الصحفيين والمؤسسات النقابيه الاخرى عندها علاقه بالصحافه والاعلام يجب انه يكون عندها مساهمات. بعد كده بتجي مساهمات الصحفيين عبر روابطهم وجمعياتهم وتنظيماتهم الاجتماعيه وغيرها بتقدم مساهمه. لكن هذه المجموعه بطبيعه الاجتماعيه من الصعب جدا انها تقوم بكل هذا الدور. لكنها بتطرح مبادرات بشكل من الاشكال بتساعد بعضها البعض بقدر ما تستطيع، وبترفع الصوت. يعني كل مره في مناسبه زي دي قاعد يجي بعض رؤساء التحرير بعض المسؤولين احيانا يعني بيكونوا موجودين، فبيكون مناسبه لرفع الصوت لتوضيح المشكلات اللي بتواجه الصحافه والصحفيين بشكل عام، والدعوه لانه الناس تتكاتف في حلها. الحديث عن قيمه التكاتف والتكافل كقيمه يعني مجتمعيه ومجذره فينا نحن كمجتمع سوداني، يعني هذا التداعي بهذا الشكل الكبير، نتكلم عن هذه القيمه وسط الاعلاميين يعني ومدى اهميتها. بالتاكيد زي ما قلت لك انه الاغاثه جزء من انه تكلم بحق قيم رمضانيه وقيم دينيه وقيم انسانيه. قضيه التكافل والتوالد والتراحم. ومع الاسف يعني اقول لك انا صاحبي ما ادري تلاقي. للاسف كل الناس مشغولين في مؤسستهم الى وقت متاخر من الليل، وبتلاقوا في محلات العمل لكن جلسات للانس والكذا ما قاعد تحصل. فرمضان ده قاعد يكون مناسبه، الناس بتلاقوا فيها في مناسبات اخرى قاعد تتخرج للصحفيين، فقاعدين نحقق جزء كما ذكرت واحده من قيم هذا الشهر الكريم التكافل والتواضع والتراحم. نتمنى انه نستطيع انه نوفق نطور هذه ان شاء الله. هل من رساله اخيره استاذ فيصل؟ والله يعني انا داير احيي الشعب السوداني في هذا الشهر الكريم، وهذه المبادرة المتواضعة بتاعتنا دي أنا شايفها في مجالات كثيرة جدا قاعدة تتحقق على مستوى أحياء، على مستوى مدن، على مستوى جماعات، شارع مدني لا نموذج كل شوارع السودان. أنا طبعا مشيت فيه كثير ممكن يكون الشوارع الأخرى قاعد يحقق القيمة دي بشكل عام لكل الفضائيات العربية بتنقل. أتمنى إنه نحن نحرص، ظروفنا الاقتصادية صعبة، ظروفنا الاجتماعية صعبة وأي حاجة، لكن نحرص على قيمة التكافل والتواجد والتراحم في رمضان، والشكل زي ده بتاع الإفطار الجماعي وإفطار مسافر وإفطار عابر طريق وكده، دي بتحقق قيمة كبيرة جدا وبتخلق نوع من التماسك. إحنا يعني محاربين ومهددين بأشياء كثيرة جدا. صحيح. التمسك بالقيم دي بيخلق عندنا أرضية للتماسك حتى نستطيع إنه نعبر ببلادنا وبشعبنا للأمام إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ فيصل، كتر خيرك. شكرا جزيلا. بخير. الله يسلمك. أنتقل أستاذ وليد وأستاذ هادي. حبيبك استاذ وليد وانت من اللجنه المنظمه، ما شاء الله العمل كبير وجهد جبار كده، حدثنا عن الترتيب بيكون كيف؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والله شكرا جزيلا لكم لغنى الطيبه. الافطار السنوي هو ده الافطار الثامن معتاد. الاعداد بيكون قبل رمضان بفتره بسيطه جدا. السنه بالذات الافطار الثامن بدينا متاخر جدا، بدينا بعد اليوم الاول في رمضان في كيفية الإعداد. الإعداد إحنا زي ما أنتم شايفين الفطور بسيط جدا بحاجات بسيطة جدا. اللجنة متكونة من أكثر من 5-6 أفراد أو 10 أنفار. بيقوم علينا الإبعاء حق الإفطار ده كله. بيقوم على فكرة الشير من الصحفيين أنفسهم. بنتجمع من كل صحفي، والآن هسه في ناس بيرقطوا فيها. فدي دي القيمة حقتها، القيمة حقتها إنك أنت بتشعر كصحفي قدمت حاجة لزميلك. وانت في زملاء ما بتلاقوا لاكثر من سنه، يعني بتشوفهم في الساحه رغم انهم شغالين في الدوام اليومي،
فأول حاجة الصحفيين والإعلاميين عموما هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني طبعا. شهر رمضان شهر مبارك، كل الأسر بتطلع فيه وتروح فيه، الناس بيجوا للساحة بيتلاقوا وهم بيكونوا في قمة الفرح وقمة السعادة إنهم هم يتلاقوا كزملاء بعيد جدا عن الشغل، بعيد عن المكاتب، بعيد عن الرسميات، بعيد عن كل شيء، بعفوية تامة، بأخاء تام، بزمالة صادقة، وده روح الزمالة والصحافة الحقيقية. نعم. يعني من خلال هذا اللقاء انتم قاعدين تحسوا انه الاهداف اللي ناشدينها اتحققت من خلال وجوه الزملاء؟ نعم، الاهداف اللي احنا راجعين لها، الترابط الاجتماعي بين الزملاء اتحقق، نقول اقدر نقول بنسبه اكثر من 100%. الحمد لله، وانتم شهود على ذلك. طبعا ما في كلام. شكرا استاذ وليد. شكرا جزيلا. شكرا استاذ هادي، كثر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا لك، كثر خيرك. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه من فطورنا سوا، كان هذا اللقاء العفوي، هذا اللقاء الحميمي بين زملاء المهنة، بين قبيلة الإعلام بمختلف مجالات في الصحافة وفي التلفزيون وكذلك في مواقع يعني الصحافة والعمل الصحفي وكذلك في شتى الأقسام اللي بيعملوا من خلالها. لقاء جمع مجموعة من الإعلاميين من شتى بقاع السودان المختلفة، لقاء كان يعني مليء بالمودة بين هؤلاء الزملاء. هذه هي قبيلة الإعلاميين اللي يرجى منها الكثير لنهضة هذا البلد السودان. إذن سنلتقي مدى الله في الآجال إن شاء الله في حلقة أخرى مشاهدينا الكرام من خلال برش وفطور آخر من داخل أو خارج الخرطوم وكذلك من خارج السودان. إلى حلقة جديدة، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. كريم متكافل، حميم متواصل، يصوم يتهجد، حبيب محمد نبي الورى.